بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة الـ HBC والسادة متابعي حلقة صحة حواء، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات صحة حواء. حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمودة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية. أهلا وسهلا بكم في استكمالنا لموضوع العلاج الطبي للأورام اللي فيا، اللي هو النهاردة تقريبا هنخلصه ونبدأ بعد كده نتكلم عن العلاج الجراحي. يمكن خلال الأسبوع اللي فات حضر لي 2 سيدات. سيدة جات لي منزعجة جدا من الطبيب، قال لها أنا عايز أعمل استئصال للرحم. فهي نفسها يعني مش هقول بتناقش الطبيب، أنت ليه يعني فكرت قرارك بالجراحة باستئصال الرحم؟ قال لها يعني لأن لقينا ورم ليف صغير قوي وهو ده المتهم وهو ده، وغير لها الموضوع تماما. فالحاجة الظريفة جدا ان لما حضرت ليا وعملت الموجات الفوق الصوتية وكبرت وبدأت يعني اشوف حتة حتة في الرحم، لقيته سليم تماما، ولا في ورم ليفي ولا في اي حاجة خالص. وكان القرار برضو العلاج الطبي، لان الحل دايما احنا بنميل ان القرار نمرة واحد هو عدم التدخل الجراحي، لكن التدخل الجراحي له دور اذا من اول التشخيص أو إن سيادتك فشلنا في العلاج الطبي، وبالتالي من حقها الحفاظ على الرحم، من حقها تاخد قرار علاجي إلى أن تستجيب ويكون النتيجة مرضية ليها هي، لأن دايما النتيجة بتبقى متفاوتة ما بين واحدة وواحدة. يعني في واحدة بتبقى عندها نزيف جامد قوي، مجرد ما النزيف يقل شوية بتبقى خلاص ساتسفايد أو راضية تماما وهو ده اللي أنا عايزه. في واحدة لأ بتفتكر إن لازم إن الدم أو الدورة تبقى يعني يوم أو اتنين وقليلة جدا عشان تبقى راضية، وبالتالي الرضا المريض من القرار العلاجي دايما بيبقى متفاوت ما بين مريضة ومريضة. حالة تانية جات لي بنفس القصة بس حاجة تانية خالص، وهي إنها بتعاني من تأخر الحمل وتعاني من هجرة بطانة الرحم داخل الرحم في عضلات الرحم، آلام رهيبة جدا جدا في أثناء الدورة، ونزيف في الزيادة عن اللزوم، إن لدرجة إنها جالها أنيميا وتم نقل دم ليها. فطبعا أنت النهاردة في سنها 37 سنة عشان يناقشها باستئصال رحم برضو يعني صعبة شوية، وبالتالي إن لازم ندخل يعني نبدأ نفكر في البرنامج العلاجي. وحتى هذا البرنامج إن مش هيحدث معها حمل، لكن هتبقى راضية في هذا السن إن الرحم موجود. القصة الثانية إن السيدة دي تم عمل استكشاف ليها بواسطة أطباء مفروض إن هم كويسين جدا مرتين وما قدروش يعملوا استئصال رحم، وبالتالي إن عدم الإمكانية استئصال رحم لأن موجود عندها التصاقات في القولون والتصاقات في الأمعاء ومشاكل كتيرة، هنا كان أولى إني أنا أخذ القرار الطبي لأنه آمان للمريضة وهتحصل على اللي هي عايزاه، إن الدورة هتبقى غير مؤلمة قليلة وهو ده اللي نفسها فيه. موضوع الحمل ده خارج عن نطاقنا في هذه الحالة. عشان كده أنا ده بدي الأمثلة الحالات ليه أنا عندي قرار العلاج الطبي لازم أن أنا أبدأ بيه، ده مهم جدا. قصة استئصال الرحم مع وجود أورام ليفية، ودي دايما ألاقي الأطباء يقولوها، يقولها أنت عايزة ليه؟ قصة سؤال غريب جدا، يعني المريضة نفسها قالت لي، قلت له رديت عليه قالت له وانت مالك؟ يعني انا عايز الرحم. طالما ان الرحم يعني مش هيكون ضار على المريضة في المستقبل او يوجد ما يهدد صحتها، خلاص هي من حقها تاخد هذا القرار. انا مش من حقي اخد القرار باستئصال الرحم طالما ان انا عندي الامكانية ان انا اعمل كل اللي هي عايزاه مع الحفاظ على الرحم. وبالتالي قصة استئصال الرحم هي حالة نفسية للسيدة اكتر، مهم جدا، لكن أنا ما بتكلمش على أن الرحم يوجد به ما يضر المريضة في المستقبل، ده حاجة تانية. يعني أي شبهة تحول إلى سرطاني، لا إحنا بنقنعها أن ده أمان ليها ولازم ناخد القرار باستئصال. لكن لو أنا أمكن أن هذه الحالة هي أمان تواجد الرحم طالما استأصلت الأورام اللي فيها، خلاص هي عايزاه، ما أقدرش أناقشها في حاجة عضو عندها هي بتحسه أن هو جزء نفسي أكتر منه عضوي، إنها من غير رحم، وبالتالي من حقها إنها تحافظ على الرحم. طبعا في بعض المراحل أو بعض الحالات إحنا بناخد القرار باستئصال، لكن طالما إن هذا الرحم
يعني مش هيكون سبب مشكلة في المستقبل، خلاص هي طلبها أعالج ونحافظ على الرحم، طلبها أستأصل الأورام اللي فيا وأحافظ على الرحم. وبالتالي إحنا لسه النهاردة بننشئ وحدة جديدة لاستئصال الأورام اللي فيا في مستشفى جديدة إمكانياتها عالية جدا جدا، ويمكن في خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله هنعلن عن المكان دوت، هيستقبل جميع الحالات على مستوى يعني الحمد لله الوطن العربي بالستاف أو المجموعة أو التيم أو كونسلتو من الأطباء اللي بيتعامل مع الحالات دي بكل مهارة، بكل مهارة، بخبرة عالية جدا جدا بالحفاظ على الرحم واستئصال جميع الأورام اللي فيه. وده اللي ان شاء الله الحمد لله ان احنا وصلنا له بعد تقريبا حوالي 15 سنه في تكوين وحده، فكبرت فكبرت الى ان قدرنا نصل الى استئصال الاورام بدون فقدان دم مع الحفاظ على الرحم. وهي دي الوحده اللي ليها الميزه الكويسه جدا الحمد لله، تم ان الاطباء يعني استقلوا في صقل جامد جدا او في تدريب عالي جدا ليهم على كل مستويات الأورام اللي فيا وكل درجاتها وكل أحجامها وكل أماكنها الخطرة، وتم التعامل معها وعمل برامج جراحية لكل حالة على أساس إنها لا يحدث فقدان دم أثناء العملية وفي نفس الوقت الحفاظ على الرحم بالكامل. يبقى عشان كده قلنا إن طالما إن إحنا على قدرة أو يعني مدربين جيدا علميا ومهنيا على استئصال الأورام اللي فيا، وبالتالي أي وقت ناخد هذا القرار، وبالتالي أنا أستطيع أن أنا أتعامل أول طبيا وأختار المريض اللي يستفيد منه طبيا لحل جميع المشاكل اللي بيعاني منها. كتير جدا عندهم أورام لفية ونفاجأ أنها عمرها ما اشتكت منها، تم اكتشافها زي ما بنقول بالصدفة البحتة أثناء عمل موجات فوق الصوتية من دكتور بطنة، من دكتور موجات صوتية، من دكتور نسا، يعني في فترة عمرية وهي عندها سن 40-45 سنة فطالع. نفاجأ أن هذه السيدة بتعاني من ارتجال في الدورة. كتير قوي من السيدات الكوكتيل اللي بنشوفه هي عندها أطفال وحالتها يعني أنها خلاص مكتفية بالعدد الأطفال وهي ربة أسرة، لكن ظهر عند السن 45 بدأ يحصل ارتجال في الدورة بصورة نزيف أو بصورة ارتجال ما بين الدورة والدورة. والعامة أكتر إنها ساعات معظم الحالات دي بتبقى مركبة لولب أو اللي هو الجهاز لمنع الحمل. للسادة الأطباء يعني طبعا يجب أن تضع المريضة في الوضع السني أو العمري، وبالتالي أن وضع المريضة في السن ده يجب أنك أنت تقول أن هذا الارتجال الهرموني ما كانش موجود في السن 30، والورم الليفي كان موجود واللولب كان موجود، طب ليه حدث هذا الارتجال في الدورة في الفترة دي؟ يجب عليه ان هو ياخد القرار بالتشخيص جيدا، ده مهم جدا، وممنوع يبدأ يعالج هذه المريضة الى ما يشيل اللولب على لسان، يبدأ هو يتعامل مع الرحم بنفسه بدون اي حاجة تدخلية من داخل الرحم بتعمل انماسك او بتظهر الدم اللي هو كان فيه ارتجال في الدم. هنبدا بقى الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله على البرنامج الطبي لعلاج السيدات اللي تم اكتشاف الاورام اللي فيها فيهم بالصدفه في الاعمار المختلفه، وانه نوع ورم ليه فيه نقول ده افضل حاجه ليه العلاج الطبي، واي عمر معين نقول الافضل ليه علاج طبي، لان احنا طالما وصلت للمطلوب من المريضه او من السيده وبالتالي هو ده اللي هي عايزاه بدون تدخل جراحي. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، طبعا طفله يعني اموره حلوه انا ولدتها من تقريبا من 5 سنوات أو 6 سنوات اسمها ليلي مروان. هذه الطفله قالت لي يا ريت تجيب اسمي في الحلقه وانا هتفرج يا انكل او هتفرج على الحلقه بتاعتك عشان اسمع اسمي وانك انت اللي ولدتني. ويمكن دي الحاجه الظريفه انها هي البنت دي الصوره بتاعتها هي اللي بتنزل في البرومو بتاعنا وهي والدتها بتولدها في اوضه العمليات. فبقول لك اهلا وسهلا يا ليلي، وان شاء الله نشوفك عروسه كويسه ونقول لك الف مبروك باذن الله على هذه القناه على هذه الشاشه. نبدأ بقى بعد ما سلمنا على الأنسة الليلي الزغننة، نبدأ نتكلم إن شاء الله في البرامج الطبية اللي بنحسن اختيارها لعلاج الطبي للورم اللي فيه.
البرامج الطبية للسادة الأطباء والسادة المرضى هي حاجة واحدة، إن عرفنا الفكرة بتاعتها هنبقى بقى زي ما احنا عايزين نتعامل. الورم الليفي بيتغذى على هرمون اسمه الاستروجين، هذا الهرمون بيظهر أثناء فترة إنتاج البويضة، نمو البويضة، تبدأ الخلايا بتاعت قشرة البويضة بتفرز لي هذا الهرمون بغزارة ويبدأ يزداد يزداد إلى أن يعني نيجي لفترة الإباضة أو تفجير البويضة. الهرمون ده هو اللي تقريبا المسؤول عن تغذية خلايا الورم الليفي وتغذية في نفس أيضا هجرة بطانة الرحم. وبالتالي إحنا عارفين الهرمون اللي بيغذي الحالتين دولت، الهجرة والورم الليفي، عشان كده دايما كتير قوي بنلاقيهم مع بعض، بنلاقي فيه هجرة وبنلاقي ورم ليفي، وبالتالي ان تواجدهم مع بعض لان السبب اللي بيظهرهم وبيزودهم هو ما موجودين اصلا، لكن بيزدادوا حجما او يزدادوا سوءا طبيا بتواجد الهرمون. علشان كده ان قبل ما يظهر التبويض يعني في فترة الشباب او فترة الصغيرة مفيش لا ورم ليفي يكبر ولا في هجرة، لان مفيش تبويض مفيش هذا الهرمون. هناخد الاتصال وبعد كده نبدأ نتكلم على البرامج الطبية اللي بتعالج هذه الحالات وخاصة الورم اللي في مدام شيماء. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا مدام شيماء، اتفضلي يا فندم. لو سمحت دكتور، انا متجوزة بقى 9 سنين، في خلال 9 سنين دول انا عملت 5 مرات حقن مجهري وحصل فيهم حمل وانتهى كلهم بجهاض. انا اول 3 مرات كان ولاد مبكرة، الرابع على الخامس على السادس كده وكان بينزل. بينزل يعني وصل للسادس؟ وصل الاول اول يومين في السادس ونزل، عنق الرحم فتح، وكنت كل مره بعمل غرزه في عنق الرحم وبرده كان بيفتح. يا فندم بعد اذن حضرتك اسمعيني بس، يعني الطبيب قال لسيادتك سبب فقدان الحمل في فتره اللي هو من الخامس للسادس قال لك عيب في عنق الرحم؟ لا، هو ما كانش في عيب في عنق الرحم، هو احتياطي عمل لي غرزه عشان انا سقطت قبل كده، كانوا مرتين، يعني قبل ما اخش في السادس كنت مسقطه مرتين قبل كده. معلش بعد اذن حضرتك انا ليه تعليق، يعني ايه احتياطي ويعني ايه غرزه؟ هي ربط في عنق الرحم. ما هو عشان انت بتقوليها كده زي ما الطبيب قال لسيادتك لازم تسقطي يا فندم، لازم. لان أنا هو دكتور انا بهذه الطريقه، لان هو تعامل مع عنق الرحم باللي هو اللي انت بتقوليه، حاجه يعني مش موجوده في الطب، الغرزه، الغرزه دي مش موجوده يا فندم خالص عندنا. دكتور طيب، يعني اتصال فصل، لكن طبعا زي ما انتم شايفين الطبيب الحاله احتاجت او كان الحل الوحيد ان يحدث الحمل هو العوامل اللي هو المساعده اللي هي الحمل عن طريق حقن مجهري او اطفال الانابيب. هنا الطبيب يجب ان هو يسال نفسه سؤال، فقدان الحمل بعد الاسبوع ال20 يعني هيبدا من الخامس فطالع بطريقة إن عنق الرحم مرة واحدة تعاني من فقدان مية ونزول المية والعنق الرحم يفتح وتدخل في ولادة وينزل العيل عايش. يا دكتور المشكلة في عنق الرحم. هذه السيدة لازم إن حضرتك ما بين الحمل والحمل تبدأ تعمل فحوصات للرحم كويس، لأن غالبا بيبقى فيها إما حاجز رحمي أو فيها عيب خلقي في الرحم مصاحب معاه عيب خلقي في العنق الرحم، أو إن هذا العنق الرحم عيب مكتسب، مكتسب من عمليات جراحية، من عمليات كحت، من عمليات أي حاجة بس مكتسب. يبقى إحنا عندنا العنق الرحم ده دائما بينصاب إما مصاحب مع العيوب الخلقية في الرحم، أو إن هو مكتسب من العمليات الجراحية السابقة، أو ولادة سيئة. يعني هاويفر إن عيب عنق الرحم مسؤول. قصة غرزة وكلام دي هي دي للأسف الأطباء بيفكروا فيها بهذا الفكر، لدرجة ان احنا لما نيجي نتكلم عن ربط عنق الرحم يعني ممكن نقعد نقول كتير جدا جدا، لدرجة ان الاطباء لا يعلموا المكان اللي يحط فيه الشريط بتاع عنق الرحم، ما هو مش عارفه، وبالتالي اذا وضع اي حاجة في مكان خاطئ كأنه ما عملهاش نهائي، الغرزة كأنه ما عملهاش نهائي، وبالتالي اذا حدث حمل يا حضرتك يجب ان تذهبي لدكتور يعلم كيف ان هو يعمل لك عمليه ما تسمى بالشيروت كار الحقيقيه، وبالتالي دي اللي هتصاحبك انك تكملي الحمل التاسع. اتفضل يا فندم. معانا اتصال؟ الو؟ طيب الاتصال فصل. معانا استاذ علي معايا؟ طب معانا شيماء تاني؟ ايوه مدام شيماء. الو؟
الو، ايوه دكتور، حضرتك المدام انا اتفضلي يا فندم، اتفضلي. فانا يا دكتور الاخلاقي بقول لك، انا خدت 9 سنين دول، عملت حمل مجاري 5 مرات وانتهوا بإجهاض، فالمره دي الحمد لله حصل حمل طبيعي لوحده طب ده عشان حاجة عيل كبير. كويسة، يعني انت لما يحدث حمل طبيعي لوحده معناه ان كان في استعجال سريع جدا عند حضرتك ان الحقن المجهري. يا دكتور لا، انا عيني تكيس من درجه جديده، وكان وزني كان حاجه و80، فلما نزلت في الوزن نزلت 20 كيلو، وصلت لغايه 62. بعد ما خسيت نزلت الدوره طبيعيه، لاول مره تنزل طبيعيه، بعديها الشهر بعده حصل حمل على طول. طب ده حاجة ممتازة، عرفنا السبب، إيه السؤال يا فندم؟ فانا دلوقتي يا دكتور حامل، الدكتوره كانت عايزه تعمل لي تاني برضه ربط صنقر لا لا احمر لا على ابعدي راسي عنها وكده. بتاعت الغرزة وشوية دي، حرام عليك يا لا انا غيرتها والله، غيرتها يا دكتور، ده يعني الاول ده انا غيرت كده، رحت لكذا دكتور أنت يعني. من محافظة إيه يا فندم؟ فانا دلوقتي انا من اسكندريه، بس انا دلوقتي حامل، دخلت على اول الرابع اهو، مش عارفه اعمل ايه، لا وخايفه لا لا الحمل لا لا يطيح. اسكندرية في أساتذة محترمين جدا جدا في اسكندرية بيعملوا نفس اللي إحنا بنعمله عندك في جامعة اسكندرية، أساتذة محترمين جدا جدا ويستطيع عمل غرزة اللي هي يعني تدكيك شريط الشريط كار بعملية جراحية غير اللي بتاعت الدكتورة غرزة وشوية دي. لا يا بنتي احنا العملية التانية دي احنا بنبدأ نسلك من تحت المهبل بالكامل أمامي مع المثانة، وبنسلك من الخلف عنق الرحم إلى أن بالطريقة دي لو عنق الرحم أقدر أسلكه بهذا المنظر كده لغاية ما يتملص خالص، أركب الشريط ثم أعيد زرع المهبل مرة أخرى أمامي وخلفي. للأسف العمليات دي المدربين فيها يعني مش كتير، وبيشتغلوها في الحمل طبعا أساتذة أو ناس مدربة إزاي تشتغل في هذه الفترة من الحمل. فطبعا أنصحك ما تروحي لهاش تاني تحت الغرزة ديت، وروحي لحد كويس يعمل لك اللي هو تركيب الجهاز في عنق الرحم بحقه حقيقي بعملية شريط كار. اتفضلي يا فندم. مدام مريم، اتفضلي يا مدام مريم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزة بقالي 4 سنين، بس ربنا يعني ما اتفضلي. معانا اتصال ولا فصل؟ شبكة؟ طب يا استاذ علي خليها تخرج في البلكونة. حاضر يا فندم. المدام ايمان. أيوة، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا يا ست ايمان، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا مريضة تكيسات مريضة ايه؟ مريضة ايه؟ تكيسات. اسمها هو دلوقتي التكيسات بقى مريضة التكيسات؟ التكيسات مش مرض يا فندم. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم، ده مش مرض، ده يعني ده ارتجال هرموني يا فندم، ما بنعتبروش مرض نقول ان انت مريضة التكيسات. المهم ان انا مصدقه من حوالي 4 5 شهور، صدقت انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده، صدقت في منتصف الشهر الرابع. انا سامعك. انا دلوقتي وزني 73 ونص، عايزه حضرتك تقول لي، وعندي حاسه في سخن يعني في منطقه البطن لا خليكي معايا بقى، انا معايا استاذ علي من الصعيد يترجم لي بعض اللغه دي. بتقولي ايه يا فندم؟ مش فاهم القصه دي، معلش. حضرتك مريض التكيسات؟ مش انا مش سامع بعد اذنكم، معايا حد من الساوند سيستم. بتقول ايه؟ الو، ايوه اتفضلي كلمي وبراحتك بنفس اللغه، والاستاذ علي معايا يبلغني. اتفضلي. وزني 73 ونص، يا عايز فندم حد. ماشي، وزنك وانت مريضه التكيسات ووزنك 73 ونص، اتفضلي. ايوه، عايزه حضرتك هو الوزن المثالي اللي المفروض ان انا اوصل له عشان يحصل حمل. انا باخد سيدوفاج وباخد منشطات وكده، يعني هل ممكن هرمونات الجسم ترجع لطبيعتها بعد ما انا فقدت الحمل وكده؟ يعني عشان انا قبل يعني ما ازيد في الوزن وكده كنت بحمل وحدي، بس برضه بفضل. طب ايه المشكلة حضرتك؟ لما بنيجي نقيم الوزن ما بنقيموش كوزن، بنقيمه ما يسمى البودي ماس اندكس، يعني علاقة الوزن بالطول. ايوه، انا طولي 165 وزني 73، بس انا بحمل. يعني معقول طالما الوزن ما عداش النسبة اللي هي غير مقبولة، في حدود المعقول. اتفضلي. بس الحمل اللي سقطته ده من 4 شهور كان وزني 81، وما حملتش غير بعد ما خسيت وصلت ل 71. طب ده حاجة كويسة، حاولي تعملي ريجيم، لأن السيدوفاج ما بيخسسش، يعني هو بينظم عمل المبيض لكن مش هو السبب في تقليل وزنك، وبالتالي لازم تعملي نظام غذائي تقليل الوزن. متشكر جدا يا مدام، اتفضلي.
نكمل مع بعض بقى زي ما اتفقنا ان الهرمون المسؤول عن الاورام اللي فيا وزي ما قلنا وهجر بطانه الرحم هو هرمون اسمه الاستروجين. هذا الهرمون لا يظهر الا بعد بدايه التبويض، يعني بعد فتره النضوج عند الشباب، وبالتالي حتى لو كان في ورم ليفي مش هيتغير في حجمه الا بعد ظهور هذا الهرمون. لو كان في هجر بطانه الرحم نواه بتاعتها او بدايتها مش هتبدا تعلن عن نفسها الا لما يظهر هذا الهرمون. بمعنى اصح ان عمرنا ما شفنا في الاطفال القصه دي، يعني عمرنا ما شفنا هجرة بطانه الرحم في طفله. هنا ما تبقاش هجره، حاجه تانية خالص، نوع انواع تاني لاورام المبيض، دي قصه اخرى ملهاش دعوه. اما اذا كانت الهجره الصافيه اللي هي هجره بطانه الرحم العاديه لا يمكن انها تظهر في طفله قبل سن النضوج. بعد سن النضوج اه، وبالتالي هذا الهرمون هو المسؤول عن نمو الورم الليفي او غذاء الورم الليفي. هناخد ام انس ونبدا ندخل في البرامج الطبيه العلاجيه من اقراص، ونبدا نزيد الى نصل الى الحقن في ان هو يوقف نمو الورم الليفي ويمنع مشاكله. ام انس. الو، اتفضلي يا فندم. حضرتك يا دكتور، انا نزل عليا دم الكلام ده من حوالي 20 يوم. سن كام سنه يا فندم؟ السن كام سنه؟ 30. وسيله تنظيم الاسره ايه يا فندم؟ لا انا ما كنتش باخد وسيله. عندك اطفال قد ايه؟ عندي واحد. نعم؟ واحد. عندي ولد واحد. اتفضلي يا فندم، ودلوقتي حضرتك ما بتستخدميش اي وسيله تنظيم اسره؟ لا خالص. وفي بتعاني من ارتجال نزول الدوره؟ نزل عليا دم من 20 يوم، رحت كشفت، الدكتوره قالت لي انت عندك ورم ليفي واديتني علاج عشان يوقف الدم، فما وقفش الدم. رحت عند دكتور تاني قال لي ده مش ورم ليفي، ده انت حامل. ربنا يخليها يا رب الدكتوره الاولانيه، يعني انت كنت حامل وهي قالت لك على العيل ده ورم ليفي؟ اه. طب الدكتور اللي انا رحت له ده كتب لي على اوجمانتين مضاد حيوي. اوجمانتين ليه يا فندم؟ ايه اللي عندك محتاج مضاد حيوي يا فندم؟ نعم، يعني ايه اللي عند حضرتك المحتاج مضاد حيوي؟ سيادتك عندك نزول دم مع الحمل في بدايه الحمل، مش هو شخصه كده؟ اه شخصه وكتب لي على برشام عشان ينزله، وانا تاني يوم ما خدت البرشام نزل عليا دم ونزل زي تجلطات دم كده. يا فندم ينزل الحمل ليه؟ هو شاف ولقاه الحمل ده مش سليم؟ اه، ما عشان انا خدت برشام اكتر من 10 ايام ولقاه خلاص المفروض ان هو ينزل. مين اللي قال المفروض؟ يعني ايه القانون الطبي اللي بيقول المفروض؟ هو عرف ازاي وجابه منين؟ الدكتور هو اللي قال لي لازم ان هو ينزل، علشان طبعا انا خدت ادويه كتير وهو لقاه طبعا ميت. يا فندم قصه ان لقاه حمل فاسد ده قصه، وقصه ان سيادتك حامل والحمل سليم بس انت خايفه علشان اخدتي ادويه ده قصه تانية. هو ايه بالظبط؟ مش عارفه، هو ده اللي قاله لي، قال لي هو لازم ينزل واداني على العلاج اللي انا قلته لحضرتك ده اللي هو الاوجمانتين وبرشام عشان هو ينزله. واداكي برشام قال لك تحطيه على لسانك عشان ينزل الحمل؟ اه. ونزل الحمل؟ لا، هو تاني يوم نزل عليا دم ونزل تجلطات دم كده بسيطه وما نزلش دم تاني. طب سيادتك ما عملتيش سونار تاني بعد كده وشفتي ان الرحم سليم وفاضي؟ لا انا ما رحتش عملت سونار لسه، لان هو قال لي خدي العلاج ده لمده اسبوع وانا لسه ما كملتش الاسبوع. هو ايه الاسبوع؟ الاوجمنتين ولا الاقراص اللي بتسقط العيل؟ الاثنين. هو في علاج يتاخد عشان يسقط العيل يقعد اسبوع؟ هو اللي قال لي كده، قال لي خديه لمده اسبوع، 7 ايام. 7 ايام؟ انا مش عارف السبعه دي ايه يعني ماشي خلاص هقول ايه، بس جابها منين برضو انا مش عارف. اتفضلي يا فندم، ايه السؤال بقى يا فندم؟ هل هو دلوقتي ممكن السونار المهبلي اللي انا عملته في الاول ده يكون هو مثلا مش عارفه بيه يعني يكذب وكده ان انا ما كانش عندي ورم، ورجعت الدكتوره قالت لي لا ده انت عندك ورم، فهو ده اللي انا عايزه افهمه بس. اللي هو ايه اللي عايزه تفهمين بقى؟ دور السونار المهبلي، فاكره ان هو اللي بيسقطك يعني؟ طبعا انا بعتذر طبعا بالنيابه عن السيده اللي كلمتني حالا دلوقتي. برضو دايما احنا للاسف
الأطباء اللي هم ما عندهمش اكتمال طبي ومعلومة علمية للأسف بيضللوا المريض. يعني زمان حضراتكم سمعتوا دلوقتي دكتور دكتورة قالت لها أنت عندك ورم، الدكتور التاني قال لها لا ده ورم ليفي، آسف حامل، الدكتورة قالت لها ورم والتاني قال لها أنت حامل. قصتين بعاد عن بعض تماما، يعني ما نقدرش. يعني الحمل معروف هيتعرف بالسونار وبالتحليل، هو في حاجة تانية؟ الورم الليفي معروف هتعمل السونار هتشوفه. الاتنين مع بعض يعني في حمل وورم ليفي، ايه المانع؟ مفيش مشكلة، بس الورم الليفي ما يعملش اجهاض الا لما يكون في مكان معين في داخل الرحم عند التجويف الرحمي وتحت البطانة. وبالتالي حتى الطبيب اللي خد قرار بانهاء الحمل انا لا اعلم خده ليه؟ خده عشان هي خدت ادوية ولا خده لان الحمل فاسد وشافه فاسد؟ انا معرفش. يعني التفاصيل كلها حتى القرار الطبي لانهاء الحمل اللي هو ان يعمل اجهاض طبي واخده غلط، لا يعلم ازاي. الاجهاض الطبي اسمه زي اسمه كحت طبي، يعني العيانه تبدا العلاج الصبح على الساعه 6 المغرب تكون سقطت ونطفت وشطفت واستحمت مفيش نقطه دم. يعني ده البرنامج اللي احنا بنعمله كل المرضى اللي بدات معاها البرنامج وسامعيني دلوقتي بقول لهم هتبداوا البرنامج الساعه 7 الصبح، هتاخدي كل 6 ساعات اول جرعه كذا، تاني جرعه كذا، الجرعه الثالثه مش هتاخديها، هتاخديها بعد ما تسقطي بالكامل. يعني بحط لها الساعه كمان، بقول لها انت الساعه كذا هتبدا يحصل خروج المكون، الساعه كذا هتبقي زي الفل، استحمي خلاص ومفيش اي مشكله. لكن قصه 7 ايام و10 ايام دي انا ما اعرفش هو جابها منين، وانهي بروتوكول ده في انهي كتاب، حتى مش قادر اقول ايه المصدر الطبي اللي جاب الكلام ده منه. انا بعتذر بالنيابه عن هذا الطبيب. هناخد المدام ايمان معايا. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي ورم ليفي على الجدار الخارجي من الرحم، وعايزه حضرتك تقول لي يعني هو حجمه 4 في 5، فانا بعض الاحيان يعني الدوره ساعات تنزل غزيره. ترجم يا علي مش فاهم. يعني الورم الليفي عند سيادتك على جدار الرحم الخارج؟ ايوه على الجدار الخارجي من الرحم. طب ايه طلباتك منه بقى؟ عايزه منه ايه؟ دلوقتي عايزه تقول لي يعني هو بعض الاحيان بتجيلي الدوره بغزاره، يعني وباخد حقن وبرشام وكده والدم بيرفع يعني. يا فندم بعد اذن سيادتك، الورم اللي في اسكان خارج من الرحم في بريتون المغطى للرحم او خارج من عضلات الرحم الخارج ملوش اي دور نهائي في ارتجال الدوره نهائي خالص. يعني مش هو السبب اللي بجول الدوره غزيره، انا عشان عامله منظار وعندي تكيسات وكده. يا فندم التكيسات نفسها يا فندم في بعض السيدات اللي عندها تكيس مبايض، حضرتك بنقول احنا بنشرح للاطباء وبنشرح للمريضه انواع مختلفه. السيده اللي هي وزنها زياده غير السيده اللي وزنها قليل اقل من الطبيعي، مهم جدا. في بعض السيدات يعانوا من اثناء التكيس بانقطاع دوره، في بعض السيدات يعانوا في التكيس وهو ده لازم الطبيب بقى يحطه في دماغه كويس قوي ان هذه السيدات يعانوا من نزيف اثناء الدوره، دي قصه تانيه. وبالتالي لازم يفرق الطبيب كل حاله، كل واحده ليها برنامج علاجي غير التانيه. يعني الرفيعه غير السمينه، ده مهم جدا. اللي السيده اللي عندها انقطاع في الدوره خالص اثناء التكيس دي سيده لها برنامج تاني غير السيده اللي تعاني من نزيف. عشان كده لازم الطبيب يشخص صح، لكن وجود ان الدوره تزيد او تتاخر وتزيد بتنزل بكثافه ده في بعض حالات التكيس في المبايض دي احنا موجوده وبنعالجها ببرامج علاجيه بتجيب نتيجه ممتازه جدا جدا. لكن ما اقدرش طالما الطبيب شاف بالسونار ولقى ان الورم الليفي ملوش علاقه بالتجويف الرحمي وهو خارج من الرحم فملوش دعوه، خلاص خليه يشخص بالارتجال الهرموني اللي هو صادر من تكيس المبايض. اتفضلي. اللي فهمت من حضرتك يا دكتور ان الورم الليفي ما يسببش نزيف غير لو هو جوه تجويف الرحم. ترجم يا علي مش فاهم، بتقول ايه؟ الورم الليفي ما يسببش نزيف غير لو هو في داخل تجويف الرحم. يا فندم حاجه بسيطه جدا يا فندم، لو عندك حسنه هنا موجوده هنا، هل دي بتضايقك في الاكل؟ طب لو الحسنه دي كانت موجوده هنا جوه على شفتك هنا وكبيره هتضايقك في الاكل؟ ايوه طبعا. وضع طبيعي، يبقى اذا ان الورم الليفي هو مكون طبيعي من الياف الرحم. الحسنه دي مكون طبيعي من صبغه الجلد مع تكون جلد عالي عن المنطقه. هي دي نفسها،
الورم الليفي طالما خارج من الرحم هو ماله بالتجويف الرحمي، ازاي هينزف؟ لكن ينزف امتى؟ لو كان موجود في العضلات بحجم كبير او موجود تحت البطانه الرحميه وليه اسباب مختلفه ان هو ليه يعمل نزيف، او ان في عامل زائده كبيره داخل التجويف الرحمي، ده اللي يعمل النزيف. مدام ايمان من القاهره، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا كنت شايله ورم ليفي من 3 سنين. سن كم سنه يا فندم؟ 36 سنه. 36 سنه، ومعاكي اطفال قد ايه يا فندم؟ معايا طفل 9 سنين. والده طبيعي؟ لا، والده كيسري وكنت عامله حقن. وعامله حقن، تمام يا فندم. وعملت استئصال الورم الليفي بعد الولاده او بعد الحقن؟ بعدها بسنتين. اتفضلي، ايه السؤال يا فندم بقى؟ شلتيه ليه اصلا؟ انا بقالي 3 سنين يعني شايله الورم، بقالي 3 سنين. هو الورم كان كبر وخد حجم الرحم كله، فشلته بقى جراحه. اتفضلي انا سامعك. بعد كده عملت بعدها ب6 شهور عملت اشعه بالصبغه، فالانابيب كانت سالكه وكل شيء تمام يعني، والحمد لله. اتفضلي. فدلوقتي حاليا انا الدوره كانت جالي ب7 في الشهر، واخدت منشط، ودلوقتي فانا يعني مستنيه بقى على حسب بقى يعني حسب ما ربنا يؤمن. طب ان شاء الله خير باذن الله. بس ايه سؤال حضرتك دلوقتي يا فندم؟ هو انا خدت المنشط وكل حاجه وخدت اللي هو تثبيت الحمل، بس هو الدكتوره كانت كتبت لي اللي هو الحقنه التفجيريه، هل كان المفروض ان انا اخدها ولا مش شرط؟ يعني والله هو البروتوكول بتاع الحقنه التفجيريه دي احنا بنشرحه للاطباء في محاضره كبيره، يعني بمعنى اصح، هل الحياه الزوجيه ممكن تتبرمج بميعاد معين، بساعه معينه، بتوقيت معين؟ بعض الازواج يرفضوا هذا الكلام. يعني ما اقدرش اقول له بعد اذن سيادتك يوم الخميس الساعه 9 بالظبط يحصل حياه زوجيه، ازاي؟ في بعض الازواج بيرفضوها. في نفس الوقت احنا عندنا بعض اما يكون في اكتر من بويضه والبويضات احجام مختلفه، وبالتالي احنا بيبقى نظرتنا هي نظره الصياد اللي بيحب يصطاد 4 عصافير مره واحده، فبالتالي اسيبهم يحصل لهم التفجير لوحدهم، اللي تنضج تنفجر وهكذا. لكن في بعض الاحيان لما بنستخدم حقن التفجير ممكن واحده بس والباقي يحبط على كده او يفجروا في سن الشباب لا يصلحوا. اتفضلي يا فندم. الدكتوره كانت قالت لي هو في بويضه، كل مبيض في بويضه، بويضه حجمها 22 وبويضه حجمها 24، ده حجم طبيعي طبعا انه ممكن يحصل منه حمل؟ يحصل منه، بس هي الدكتوره يعني لو كانت عايزه تعمل الاباضه او حقن التفجير كانت لازم تفجر بدري شويه، ما ينفعش تتاخر ل 24 كتير. مدام اسماء من القاهره، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. دكتور انا والده بقالي سنه قيصري، والطفل توفى. بقاء لله يا فندم، اتفضلي. ومن ساعتها ما حصلش حمل، وحصل لي تكيسات بقالها بتاع 3 شهور. الطفل والشهر دوت جيت اشوف يعني التبويض وكده، لقيت البويضه 2.5 و3.5. هو ايه الـ2.5 و3.5؟ البويضات اليوم ال 12 من الدوره. لقيتيهم 3 و2 و2؟ اه 3.5 و2.5. الدكتور قال لك كده؟ وليه اتقي ربنا؟ ده الجهاز ما يعرفش يجيبها. الجهاز ما يعرفش يجيبها، انا بعمل مربع وبخطف المربع واحد زيه واطلع، هلزقه في بعض. 2 ملي دي 2 ملي المقاس بتاعي لازق في بعضه مش هيجي. فجابها منين 2.5 دي؟ مش عارفه هو قال التبويض ضعيف. تسمحي لي معلش، ده اخر من جه الدكتور، لو قال الكلام ده الناس هتضحك يعني. ده في عندي حاجه اسمها الانترال فلوريكولار كاونت، اللي هو عند نزول الدوره اليوم الدوره الاول او الثاني او الثالث بتنطلق البويضات اللي هي اللي داخله سباق التبويض، بتبقى حجمها كده، احنا ما بنعرفش نقيسها بس بنشوفها كده، اللي هي عدد البويضات المطلقه في اليوم الثاني او الثالث من الدوره. ده دلاله ليا عندي لمخزون المبيض، عمرنا ما قسناها ولا عمرنا شفنا ال 2 مللي و 3 مللي. اساليني السؤال اللي بقى لا اصلح ان انا اجاوبك، اتفضلي. ويا دكتور من ساعه الولاده وكده البيريوت ما بتنزلش مظبوطه خالص، وساعات شهور بتتاخر بال 40 يوم وكده، وبعد كده اكتشفت ان في تكيسات بس ما كانتش عندي من ساعه ما ولدت. والدكتور بيقول لي يعني ان انا اعمل اشعه بالصبغه، بس انا بصراحه يعني انا اصلا عندي 20 سنه
وخايفة اعملها. وزنك قد ايه يا بنتي؟ وزنك قد ايه؟ يعني بتاع 50 او 55. طيب. اقول لك النصيحة؟ يا ريت. سنك 20 سنة، فترة الخصوبة كبيرة جدا عندي، لسه مديكي فترة يحدث الحمل في الفراش طبيعي وبدون مقابل. واحد اتنين، قصة ان الدكتور شخص حضرتك التكيس، قولي لي يا دكتور بعد اذنك التشخيص التكيس يجب ان تتوافر ثلاث شروط: الحالة الطبية بعد التشخيص معايا انا تشخصني من شكوتي والدورة وتأخر الحمل، اتنين عمل موجات صوتية المهبلية ويبدأ يشوف معدل البويضات، تراكم البويضات في فترات اللي هي لغاية انت نص الدورة، ثلاثة يبقى لازم موجات صوتية، ثلاثة يجب أن تدعم بالتحليل الهرموني. عشان يقول كده، لأن أي واحدة البويضات وقفت وما كملتش ما اقدرش أقول عليها تكيس. سمة التكيسات المبيض لا، سمة كاملة واسمها متلازمة، يجب أن تتوافر فيها كل حاجة. طب أنا النهاردة لما أجي أشوف واحدة عندها مثلاً 50 سنة وشفت المبيض عندها، طب ما أنا بشوف نفس الكلام ده زي اللي عندك، بس هي عندها حاجة تانية، البويضات ذات كروموزومات البيض اللي عندها سيئة جدا، فالبويضات يا دوبك تكبر شوية صغيرة وتفطس، تكبر وتفطس، تتراكم جنب بعض. هو دي أقدر أقول لواحدة ست عندها 50 سنة أنت عندك تكيس مبيض؟ ده جنان. زي الدكتور اللي مرة لقيته مشخص بيولد قيصرية وبيقول لي العيانة أنا عملت لك تكيس المبيض وبعد ما ولدتك. إيه الجنان ده؟ إيه العلاقة ما بين المبيض أثناء الحمل والمبيض بدون حمل؟ ده حاجة وده حاجة تانية خالص. يعني احنا النهاردة اللي انت مطلوبة من سيادتك زودي وزنك شوية وسيب الدنيا خالص، شخصي بالتحليل الهرموني اليوم الثالث من الدورة، شخصي بموجات صوتية عند واحد يكون بيفهم بحقه حقيقي، ويبدأ نقول التشخيص ايه عشان ناخد القرار بناء على الحالة. لكن ما تستعجليش في اي اجراء تداخلي زي الاشعة اللي بالصبغة. دخلنا بقى على مدينة مرسى مطروح، واهلا وسهلا بكم على التليفون، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. من مطروح؟ ايوه. من مدينة ايه من مطروح يا ستي؟ من مدينة الضبعة. اهلا وسهلا، سلميلي على كل بتوع الضبعة، اتفضلي يا فندم. ايوه. قالت انا متجوزة بقالي دلوقتي سنتين. ايوه. نكشف يقولي لي عندك ورم بس ده يعني مقاسه 3 ونص. بالراحة عليا، أنت حضرتك سنك كام سنة؟ الصوت بيقطع ليه يا أستاذ علي؟ ده الضبعة الشبكة فيها حلوة قوي يا علي. 35 سنة. 30 سنة، وسيادتك 35 كم؟ 35 سنة. تمام يا فندم، حضرتك بتتعالجي مع مين في مطروح يا ستي؟ في المستشفى بتاعتنا. يعني انت رحت المستشفى الضبعه ولا نزلتي مطروح؟ لا ما نزلتش مطروح خالص. يعني ما طلبوش منك اشعه باسكندريه واشعه في مطروح؟ اه عملت اشعه في اسكندريه. نزلتي عملتي الاشعه في اسكندريه ثلاثيه الابعاد ولا عاديه؟ ثلاثيه الابعاد. قالوا لك الاورام اللي فيا حجمها قد ايه وعددها ومكانها؟ ثلاثه ونص وموجوده بره الرحم. طب ايه المطلوب منها بقى؟ ايه السؤال عليها دي؟ ايه سؤالك يعني يا فندم؟ سؤالي انا دلوقتي لما تيجي الدوره قبل الدوره باسبوع او اكثر بعد على طول مغص والام ما حصلش حمل لغايه دلوقتي. يعني عايزين نقول ان تاخر الحمل والحاجه اللي موجوده عند سيادتك دلوقتي الاورام اللي فيها، في حاجه تانية؟ لا عملت عملت التحليلات الهرمونيه كلها؟ عملت التحاليل الهرمونات؟ اه عملت تحاليل وطلع التحاليل كلها مظبوطه الحمد لله. طب انا السؤال اللي عند حضرتك دلوقتي عشان اقيم تاخر الحمل في دلوقتي قولي لي مش هتحتاجي عمليه لان مش عايزين نلعب في الرحم خالص. ما حدش قال لك ان هنلعب في الرحم يا فندم، بس في تواجد اورام ليفيه وفي هذا السن لازم تكملي بقيه الفحوصات من اشعه بالصبغه عشان نعرف هل في اي اورام ليفيه لها علاقه بالانابيب ولا لا، هيعرفوا ازاي؟ يعني اشعه الصبغه هعملهم؟ هستاذن سيادتك طالما انت من الضبعه، ان امكن انا موجود في مطروح يوم الخميس والجمعه الجايين ان شاء الله، ان امكن تشرفيني في مطروح اهلا وسهلا بك. حضرتك بتحجزي في مستشفى عرابي التخصصي في مدينه مرسى مطروح.
العنوان على الشاشه هيظهر على الشاشه، مستشفى عرابي التخصصي. حضرتك بتحجزي بالنمر المستشفى وتشرفيني ان شاء الرحمن ابتداء من الخميس القادم باذن الله، ومعاكي كل التحاليل والفحوصات. هنا زي ما اتفقنا بقى بنبدا نتكلم على ما هي الادويه المضاده لهذا الهرمون اللي على الاقل بتوقف نمو الورم الليفي، على الاقل بتقلل احتقان، على الاقل انها بتمنع ان هو يعلن عن نفسه بنزيف. الهرمونات دي بدات العالم كله يظهر، كان اول ما فكروا الهرمون المضاد للهرمون المسؤول اسمه هرمون الانوثه. المضاد لهرمون الانوثه طبعا اي واحد من اللي اتفرجوا عليا دلوقتي يعرفه، هرمون الذكوره. اذا السيده دي لو اديتها هرمون الذكوره هيبدا يوقف نمو او يقلل احتقان الورم الليفي. سنين كتيره جدا كانوا العالم كانوا في اوائل الخمسينات والستينات بداوا انه يدي هرمون الذكوره، بدا يلاقي المشاكل ظهور الشعر، وبدا تحول السيده عضلاتها وتحول صوتها والى ان تتغير بهرمون الذكوره. تم الغاء هرمون الذكوره، بداوا يعملوا مشتقات من هذا الهرمون على اساس يكون يقلل التغير الهرموني بتاع السيده بالهرمون الذكوره، ويعملوا منه بعض الانواع اللي هي اثاره جانبيه قليله جدا. ظهر في العالم في السبعينات دواء اسمه الدانازول. ده كان يعني حاجه ضربه جدا في العالم، وبدا ان كل العالم بيتكلموا ان ده المستقبل في علاج الاورام الليفيه وهجر بطانه الرحم. ايضا هذا الهرمون هو برضو مشتق من مشتق الهرمون الذكوره، بدا يجيب اثار جانبيه ايضا للسيده بظهور الشعر وتغير احبال الصوتيه وتغير كل حاجه، الى انها ممكن تبقى لو كلمتك في الموبايل تفتكرها راجل. بدا هذا الهرمون ايضا يمنعوا استخدامه او يقللوا استخدامه، بداوا يعملوا مشتقات اخرى من هرمون اللي هو المضاد لهرمون الانوثه اسمه البروجستيرون، بداوا يعملوا منه انواع مختلفه من عباره عن اقراص، ويعملوا منها حقن وحقن طويله المفعول، وبدا يعملوا برامج كتيره جدا جدا. دايما لما نختلف النوعيه ونختلف الطريقه اللي بنعطي بيها ونختلف في الدواء نفسه، ده بيبقى رحمه للمريض، لان في مريضه بتستجيب للاقراص، في مريضه بتستجيب للحقن، في مريضه تستجيب للحقن كل 3 شهور، في مريضه تستجيب دلوقتي الى اني انا هذا الهرمون ابدا ازرعه على اللولب، يعني اجيب لولب واخليه عمران بماده تضخ هذا الهرمون بانتظام داخل الرحم، يبقى اسمه لولب طبي اللي هو الميرينا، اللي هو ده اتعمل في العالم اصلا لان هو يستخدم لوقف النزيف عند السيدات فوق الأربعين سنه. ما استعملهوش كالناس كلولب لمنع الحمل اصلا، كان ده بيستخدم لوقف النزيف من الرحم، ان احنا نركب لولب زي ما بنقول لولب هرموني اسمه الميرينا، اللي هو بيقعد في لولب منه سنه، في منه 3 سنين، في منه 6 سنين، لكن العالم كله اجتمع ان استخدام هذا اللولب كان جاب نتائج رائعه، لانه بيغذي بطانه الرحم بهذا الهرمون موضعيا، لكن اثاره الجانبيه مش موجوده اللي هي في جسمها، وبالتالي كان جايب نتائج وبيجيب نتائج رائعه في معظم الحالات اللي هي في السن اللي هي عندها عدد الاطفال، في السن اللي هي بنقول لا احنا مش عايزين نعملها عمليات صر رحم او اي حاجه، لكن وضع اللولب ده بيجيب نتائج رائعه. بدانا ننتهج لبعض العلاجات اخرى من الحقن، لقينا قلنا الله ان في حقن ممكن تشتغل على الغده النخاميه مباشره، تؤثر على الغده النخاميه ان تمنعها من اصدار هرمونات لتمنع نمو البويض، بمعنى اصح بنعمل انقطاع دوره او سن الياس طبي، ولكن ممكن انا اذا وقفت الحقنه ترجع كل حاجه تاني، وبالتالي احنا ساعات بنستخدمه 3 شهور حقنه شهريه وبعد كده نشوف النتيجه اخبارنا ايه. انقطعت الدوره، اذا ظهر بعض الهبو والسخونيه والاثار الجانبيه لانقطاع الطمس بنبدا ممكن نساعدها. لقينا ان بدات دي النزيف وقف تماما، هو ده اللي احنا عايزه، لكن ما بنبداش ناخد القرار اعطاء الحقنه تحت الجلد اللي هي الشهريه او كل 3 اشهر، لان مهم جدا ما ينفعش في واحده صغيره، مش صح. بنستخدمها في بعض الاحيان في حالات الهجر بطانه الرحم بس دي بنستخدمها وقتيا ثم ادخل المريضه بعد كده في حقن مجهري مباشره.
وبالتالي حاضر. كان عندنا مثلا حاله لسه عاملينها كيس دموي قد كده بالظبط، وراح دخلت احد مستشفيات الجامعيه، دخلوا بالمنظار ما عرفوش يعملوا حاجه خالص، خرجوا ان في التصاقات في الامعاء. فصديق لينا قال لي عايزين نعملها بالمنظار، قلت له حاضر. دخلنا بالمنظار، كان البرنامج هي عايزه تحبل او عايزه يحدث الحمل بالحقن المجاري او باي وسيله، كان لازم اني انا الكيس الكبير ده احوله الى كيس صغير قد كده عشان تبقى جاهزه للبرامج الحقن المجاري، ونجحنا الحمد لله في هذه العمليه وجابت نتيجه رائعه. مشرف الصوت الاستاذ علي بيقول لي ان احنا وقتنا قارب على الانتهاء. انا طبعا معلش اعذروني في اللغه العربيه شويه، لكن بنقول ان ده البرامج الطبيه اللي يجب على الطبيب، طالما في برامج كتيره في البرنامج الطبي يبقى كل سيده ممكن تستفيد من البرنامج ده، سيده اخرى تستفيد من برنامج تاني. تعدد البرامج الكثيره دي رحمه للانسان، مهمه جدا، لان تعددها معناها ان مفيش اتنين زي بعض. في سيده تتصلح تماما بالعلاج القراص، في سيده ما تنفعش قراص نهائي، يجب نديها عليها حقن، ممكن اديها الحقنه شهريا، ممكن اديها كل شهرين، ممكن يعني عندي البرنامج واسع جدا بناء على الاستجابه، الاستجابه هي اللي تحدد لي البرنامج الصح. اني انا ادي الحقنه تحت الجلد كل 3 اشهر شهريا، دي برضو مهمه جدا، بتجيب بعض النتائج رائعه في بعض السيدات. قبل ما ننهي الحلقه، طبعا اذا انا كنت مقرر اني انا هعمل عمليه استئصال اورام ليفيه، وارد اني ادي بعض الادويه اللي توقف النزيف حتى ان انا ارفع نسبه الهيموجلوبين بالعلاج عشان اقدر اتعامل معاها جراحيه والهيموجلوبين يكون كويس. لكن اذا كان اني انا الهيموجلوبين كويس، ممنوع ادي بعض الادويه اللي بتوقف نمو او بتغلق الغذاء على الورم الليفي، لان دي بتقفل او بتضيع الكيس المغلف للورم الليفي، بيخليه كله عجينه في بعضه، ما بنعرفش نبدا نطلعه او نقشره سليم. ليه؟ لان لما يحصل ضمور او يحصل حرمان من الغذاء بيلحم كله في بعضه، وبالتالي احسان البرامج العلاجيه متابعتها بالجراحه ده مهم جدا. الحلقه القادمه ان شاء الرحمن زي ما اتفقنا حلقاتنا هتكون هتكون يوم الاحد من كل اسبوعين، الى ان الحاله الصحيه بس عندي تكون تتحمل تبقى اسبوعيا ان شاء الله. الحلقه القادمه بعد اسبوعين يوم الاحد الساعه 9 مساء باذن الرحمن، حلقاتنا بترفع على اليوتيوب بانتظام، يمكنكم متابعتها على اليوتيوب في قناه في موقع قناه الاتش بي سي حلقات صحه حواء باسم الاستاذ الدكتور ايمن حمود. ان شاء الرحمن الحلقه القادمه هنبدا بقى الجراحات لاستئصال الاورام الليفيه. يمكن النهارده استاذ التخدير بيوريني النهارده على الموقع هو رافعها قد ايه احنا شلنا اورام ليفيه. قعدت اتفرج بقول له معقول الزمن جري كده ان احنا شلنا كل الاورام الليفيه ديت؟ فقال لي اه الحمد لله انا مجمعها لك كلها. فهنشوف مع بعض ان شاء الرحمن الحلقه القادمه استئصال الاورام الليفيه ونتعامل معاها جراحيا ازاي، وازاي نبقى امان، وازاي بتكون بدون فقدان دم، وازاي نحافظ على الرحم، ده مهم جدا. حلقات صحه حواء مقدمه من الاستاذ الدكتور ايمن حموده استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب ونائب رئيس جمعيه جراحه المناظير المصريه. وان شاء الرحمن نقابلكم الحلقه القادمه استكمال الاورام الليفيه واستئصال الاورام الليفيه بالحفاظ مع الحفاظ على الرحم بدون فقدان دم ان شاء الرحمن. نلقاكم الاحد بعد القادم يعني بعد اسبوعين في هذا الميعاد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.